عن الحرية أتحدث، دكتور زكي نجيب محمود. إن الظالم لا يعلن في الناس أنه ظالم، بل يسمي ظلمه عدلا. إن من مواقع القصور في حياتنا أن كثرتنا الغالبة تخرج من مراحل تعليمها وليس لها إلا شيء واحد تعرف وترتزق منه، الفرق بين الدليل والأذل. أن الأول ذليل ويعرف أنه كذلك، فيحاول أن ينفض عن نفسه الذل إذا استطاع. وأما الأذل فهو الذليل الذي ليس له من الإدراك ما يعلم به أنه ذليل. فالدواء لا يشفي المريض لمجرد أن يكون المريض قد كرر اسمه ملايين المرات، إنما هو قد يشفي إذا هو تجرع ليسري في كيانه. فللعقول أحلامها كما أن للنفوس أحلامها كذلك. والفرق البعيد بين أحلام العقول وأحلام النفوس هو أن الأولى لا يستطيع بناءها إلا كبار الفلاسفة والمفكرين، في حين أن الثانية جزء من فطرة الإنسان، كل إنسان وأي إنسان. أحلام العقل تصور ما تصوره استباقا لمستقبل مأمول، وأما أحلام النفس فتستعيد لحظات من ماضيها لتحقق في النوم ما استحال عليها تحقيقه في اليقظة من شهوات ورغبات. ينبغي للمؤمن الحق أن يدرك أن إيمانه إنما هو مجسد في طريقة أدائه لعمل أيا كان ذلك العمل. الشعر إنه هو الذي يبص الحياة في الوجود بكل كائناته، ثم هو اللسان الذي تتحدث به الحياة إلى الحياة بغض النظر عن اختلاف الكائنات الحية وجميع الكائنات في قلب الشاعر وخياله، إنما هي من الأحياء. وإذ قال المتنبي: وإذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. والقيم لا حصر لعددها، لكنها تندرج تحت ثلاثة رؤوس هي الحق والخير والجمال. فأما الحق فمعيار تقاس به معلوماتنا وعلومنا من حيث الصواب والخطأ، وأما الخير فمعيار يقاس به السلوك الذي نتصرف به في تعامل الإنسان مع الإنسان أو مع مختلف المواقف من حيث المشروعية أو نفيها. وأما الجمال فيقصد به ذلك المعيار الذي تقاس به درجة السواء أو النشاز في الأشياء، طبيعية كانت أو من صنعة الإنسان.